سعيد ساير المول ويا العيال عشان يستعدون للعام الدراسي. شكله يبى ياخذ مخالفة. لو المول بعيد 5 دقائق لازم يا سعيد العيال يجلسون في المقاعد الخلفي، ولا تنسى المقاعد الخاصة فيهم وحزام الأمان حفاظا على سلامتهم وحياتهم. القانون يمنع ركوب الأطفال تحت سن 10 في المقاعد الأمامية، والدراسات أشارت أن جلوس الأطفال في الخلف واستخدامهم لحزام الأمان يقلل احتمال الوفاة في الحوادث لا سمح الله بنسبة 70%، واحتمال الإصابة الخطيرة بنسبة 50%. والمقعد الخاص للصغيرين وايد ضروري لحمايتهم من كل شر بإذن الله، ليه ما يتجاوز وزنهم 36 كيلوغرام ويقدرون يجلسون على المقاعد. وارجع انبهك يا سعيد، حزام الامان ضروري للاطفال وحتى وهم جالسين في الخلف. دوم تاكد ان الابواب والنوافذ مغلقه وراقب تصرفات العيال. فالسياره مو بمكان اللعب والهواش. اقل شيء نسويه لفلذات اكبادنا واحترام قانون السير وحمايتهم من الحوادث. ربنا يحفظهم وعساهم دوم بصحه وسعاده.